أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 5 مدنيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف الطائرات الحربية الروسية بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي. وفي السياق نفسه اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر قوات النظام وعناصر تنظيم داعش اليوم الثلاثاء في قرى وبلدات خشام تحتاني ومرات، في حين أفادت مصادر محلية باحتلال التنظيم على قرية مظلوم بريف دير الزور. شنت الطائرات الروسية والسورية عددا من الضربات الجوية على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، خلفت عددا من الجرحى في صفوف المدنيين، وأدى القصف الكثيف إلى خروج مشفى الرحمة في خان شيخون من الخدمة، فضلا عن دمار كبير حل بالمباني السكنية والبنى التحتية. أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية بأن القوات الأمنية وصلت اليوم إلى مشارف منطقة الريحانة شرقي مدينة عنا في الأنبار. وكان مصدر بالفرقة السابعة في الجيش العراقي أفاد اليوم بأن القوات الأمنية بدأت في تحرير مدينة عنا من احتلال داعش، موضحا أن العملية انطلقت من 3 محاور. قالت كوريا الشمالية إن العقوبات الدولية الأكثر صرامة ستدفعها إلى تسريع برنامجها النووي في الوقت الذي اتفق فيه رئيسا أمريكا والصين على تشديد الضغط إلى أقصى حد على نظام كيم جونغ أون. قال بيان أذاعته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن التحركات المتزايدة للولايات المتحدة وقواتها البحرية لفرض عقوبات وضغوط على البلاد ستسرع من وتيرة تحرك كوريا الشمالية للوصول إلى الهدف النهائي. شدد البيت الأبيض على موقفه المعروف بشأن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، يأتي ذلك بعد أيام من التكهنات بشأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية. قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستنسحب من اتفاقية باريس إذا لم يكن من الممكن التوصل لشروط جديدة تتجاوب أكثر مع المطالب الأمريكية. قالت منظمة الصحة العالمية أنها ستدشن الشهر المقبل استراتيجية لوقف انتقال الكوليرا بحلول عام 2030 بتزامن مع تفشٍ لم يسبق له مثيل للمرض في اليمن، حيث يشتبه في إصابة ما يقارب من 700,000 شخص في غياب أي مؤشرات تذكر عن قرب الحسارة. وتسعى المنظمة كذلك لاحتواء الكوليرا في نيجيريا والتعامل مع الكثير من حالات الانتشار في أفريقيا إضافة إلى هايتي، حيث قتل الوباء ما يصل إلى 10,000 شخص منذ عام 2010. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.